ازيكم؟ انا احمد سعيد، مصور محترف، وعندي تشانل على اليوتيوب بقدم فيها محتوى عن تعليم التصوير والاديت بقالي اكتر من 6 سنين، وعندي شغف كبير ان انا اطلع دايما صوري اكتر احترافيه. والنهارده انا متحمس قوي عشان اقول لكم على حاجه مهمه. لو انت بتعاني ان دايما صورك حاسس ان فيها حاجه ناقصه، واللي بالمناسبه انا كنت زيك بالظبط، فالحاجه الناقصه دي هي شويه اديت. ولكن في الاول لازم تكون عارف ازاي تقرا الصوره بتاعتك عشان تعدل عليها بشكل احترافي. عشان كده دلوقتي تقدر تشترك في كورس تعلم برنامج اللايت روم والفوتوشوب من الصفر للاحتراف اللي سميتهم باقه المصورين، لان مفيش اي مصور يقدر يستغنى عن البرنامج دول. باشتراكك في كورس تعلم البرنامجين خطوه بخطوه، من اول ازاي تفتح البرنامج لغايه لما تسلم صورك للعميل. كمان هيكون ليك مجموعه كبيره جدا من اللايت روم بريسيتس وصور الرو عشان تبدا تشتغل عليها وتتدرب عليها في فتره الكورس، وكمان فونتس واكشن وبراشز لبرنامج الفوتوشوب، كل ده مجاني. ناس كتير قوي قبلك اشتركوا في الكورس ده وكان الفيدباك ممتاز جدا، ده غير ان الكورس ده كان البيست سيلر على موقع يوديمي. فلو انت جاهز دلوقتي ان انت تنقل مستوى الايديت بتاعك لشكل تاني خالص، فتقدر تشترك دلوقتي في كورس تعلم برنامج اللايت روم والفوتوشوب من الصفر للاحتراف. خد بالك في خصم 60%، في البايو او في اول كومنت، وما تنساش ان الايديت 50% من الصوره.